هذا باختصار. الأخت الفاضلة سألت عن التراث الصوفي الفلسفي، الحلاج وابن عربي محي الدين، وطبعا ابن سبعين صاحب بد العارف، وابن الفارض، وكثيرون. السهواردي نفسه صاحب اللوائح. كيف نتعامل مع هذا التراث؟ طبعا يعني لا أريد أن أكون مستسهلا في الجواب وأقول كما نتعامل مع أي تراث، لا، تراث الصوفي فعلا تراث يعني له مزايا وله خصائص. أول شيء لغته لغة خاصة، معجميتها معجمية خاصة، يعني تأتي الآن بالمعجم الشرعي لو تعيد قراءة أو إنتاج التراث الصوفي سوف تتورط في أخطاء كبيرة في حق البحث العلمي، في حق الحقيقة الموضوعية، في حق هؤلاء الذين تقرأ لهم أو تعيد قراءتهم، ويمكن في حق الشريعة التي ستتهم في الأخير بأنها إيه؟ بأنها يعني جافة مثلا أو ظاهرية أو جامدة أو كذا إلى آخره. فطبعا المعجم الصوفي إيه؟ معجم متميز. مشكلة إيه؟ هذا المعجم أيضا أن جزءا منه لا يمكن فهمه بالدرس على طريقة المستشرقين، يعني أنا أشرح لك بالضبط، هذا اللي يكفي. في أشياء لا تفهم حتى تعاش، هذه ولذلك حدها تعريف يعني يختلف جدا بين إيه؟ بين من أراد إيه تحديدها. تعريفات كثير جدا جدا. خذ الرسالة القشرية مثلا، طبعا هذا التراث الصوفي بعامة مش الفلسفي، خذ الرسالة القشرية وخذ أي باب وشوف بعدين إيه الحدود، مختلفة تماما، مختلفة إيه تماما، حتى في المصطلحات شبه الشرعية أو الشرعية. التوبة، التوبة أن تنسى ذنبك، لا، التوبة ألا تنسى ذنبك، تعريفان مختلفان لعارفين مختلفين، كل يتحدث إيه من منظور تجربته الشخصية، من منظور تقييمه الشخصي. طبعا لماذا أقول إيه لغة خاصة وصعبة ولا بد أن تعاش؟ لأنه لدى الصوفية بالذات كلمة في منتهى الروعة، يقولون كلما اتسع المعنى ضاقت العبارة، كلما اتسع المعنى ضاقت العبارة. وأنا فسرت هذا فلسفيا. اللغات، كل لغة مش عربية، موضوعة أصلا للتعامل، للتعامل التحديدي يعني التعريفي مع المحدود، لأنه لا يمكن تحديد إلا إيه المحدود بذاته. إذا شيء غير محدود لا يمكن أن يحد، يعني إيه تعطيه ديفينيشن أو تعريف. لذلك مثلا من يعرف الله؟ هل يستطيع أحد أن يعرف الله؟ مستحيل، تعريفات غير منطقية، يعني يعني لا تستوفي الشروط إيه المنطقية. بعضهم يعرف الله تعريفا لفظيا ومشتق من إيش كذا، هذا تعريف لفظي، لكن تعريف الله على الشرط المنطقي مستحيل، لأن الله غير محدود لا إله إلا هو. ولذلك سيبويه صاحب الكتاب لما رؤي في المنام بعد موته قيل له يا عثمان، عثمان بن قنبر، ماذا فعل الله بك؟ قال الحمد لله، غفر لي وأنزلني منزلا خيرا. بماذا؟ قال بقولي في الكتاب الله أعرف المعارف لا يعرف. قال هيك في الكتاب، الله دخلوا فيها الجنة، قال الله أعرف المعارف لا يعرف لا إله إلا هو. فضربت مثلا لو افترضنا أننا سألنا أحد السادة وقلنا له من هذا الطفل، فقال هذا ابني، ايه يجوز. وبعدين سألناه عن رجل ايه شاب يعني يدانيه يقاربه في السن، ومن هذا؟ قال ابني. قلنا محتمل، يمكن الزوج عمره 11 سنة زي عمرو العاص، عمرو العاص الزوج عمره حوالي 10 سنين 11 سنة، اللي كان يشوفه ابنه نفس الشيء في نفس السن نفس الشخصية، فممكن. بعدين سألناه عن واحد في سنه وقد ايه يكبره بقليل، فقال هذا ابني، ان ابننا شك نشوف في عقل هذا الإنسان. سألناه عن رجل أكبر منه فقال هذا ابني. فسنستخلص حتما أن هذا الرجل لا يعرف معنى كلمة إيه؟ الابن، لا يعرف معنى كلمة الابن. إذا اتسعت عنده لتعرف كل شخص، في الحقيقة هي لا تعرف أي شخص، أليس كذلك؟ يعني هذا وظيفة اللغة، اللغة لابد أن تتعامل مع إيه؟ مع محدود، فتحده بالألفاظ، فتحده بالألفاظ. طب كيف إذا دخلنا بالأمس إحنا في الدروس الفلسفية تكلمنا عن كهف ما وراء العقل، طور ما وراء العقل، بالنسبة للمعتكف في كهف العقل بلغة أبي حامد قدس الله سره، جميل جميل، معناها ذاك طور، ذاك طور لم توجد اللغة أصلا للتعامل معه، للتعامل معه. اللغة أصلا هي قاصرة للتعامل مع إيه؟ مع المعيش والمذوق والمحدوث والمختبر في هذا العالم. ولنضرب لكم مثلا برضو مشكورا كلمة الحب، عجيب هذه الكلمة، هذه مثل كلمة الابن تتسع إيه لأبوه جده وعمه وابنه صاحبه أخوه، يعني تخيلا زي هيك، نحن نحب الله ونحب الرسول ونحب الملوخية
والباميه ونحب الارانب ونحب الافلام اللي مش عارف الاكشن ها، ونحب دروس الفلسفه ونحب المساجد ها، ونحب الفضل والكرم والنبل ونحب زوجاتنا ونحب ابنائنا ونحب اصدقائنا، كل هذا نحب حب حب. ايش الحب؟ ايش الكلمه هذه؟ ايش تصف الكلمه هذه؟ إيه؟ وفي سؤال، هذا مشترك لفظي ولا مشترك معنوي؟ ها بدك تجاوبه. هذا مشترك لفظي ولا مشترك معنوي؟ معنوي، هذا مشترك معنوي. الحب زي الكتابه، ليش مشترك لفظي؟ مش كلمة العين، مشترك معنوي، لكن في عنده مشكلة مشترك المعنوي، هذه مشكلته، هذه هي مشكلته. وفي نفس الوقت لابد أن تكون اللغة على هذا النحو. لماذا؟ لأن اللغة لكي تكون لغة تؤدي وظيفة التواصل، التواصل لابد أن تكون اقتصادية. الاشتراك المعنوي فيها من سماتها الاقتصادية، لو لم تكن كذلك لاضطررنا أن نضع كلمة تعبر عن هذه العاطفة الخاصة، العاطفة الوجدان الخاص، إزاء كل شيء بحياله، وبالتالي ستتضخم اللغة بشكل غير طبيعي. ربما إيه يعني أحدون يبلغ إيه سنه 70-80 وهو لسه إيه لا يتكلم جيدا، لأنك هتحفظ لكل إيه لكل حالة كلمة تعبر عنها عن العلاقة الوجدانية معها، صحيح؟ شيء مش معقول. طيب فكيف إذا قفزنا الآن، انتبهوا هذه، كيف إذا قفزنا إلى طور آخر وراء كل هذا الطور الحسي المادي الذي إيه نعيش فيه ويهيمن علينا؟ اللغة تفشل تماما، صحيح؟ اللغة تفشل تماما. لذلك يمكن أن يعزى يا إخواني الشطح الذي يقع فيه الصوفية والأولياء والعارفون ليس إلى سوء معتقداتهم، حاشا لله، وإنما إلى القصور اللغوي وتورطهم في خطأ. هم تورطوا في خطأ أصلا، إيش هو؟ استخدام اللغة المحدودة هذه للتعبير عن شيء لا يعبر عنه باللغة. ولذلك أحسن تعبير في تلكم إيه أو عن تلكم الحالة إيش هو؟ الصمت. أصمت، لا نتكلم، الصمت. جرب، عليك أن تجرب وأن تعيش هذه الحالة وخلاص، ما فيه. فمسألة معناها معقدة وصعبة. فلو جينا إلى هذا التراث، طبعا نحن لا نبرر، انتبهوا، لا نبرر هذا التراث الصوفي جملة وتفصيلا بمثل هذا المدخل، لا 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 لا، هذا يعتبر جناية برضو إيه على الحقيقة، لكن فيه جانب لا يستهان به، يمكن إيه أن نعمل فيه ما ذكرنا. لكن في جوانب أخرى واضح طبعا، يعني نأخذ مثلا محي الدين ابن عربي، محي الدين العربي رحمة الله عليه، واضح أن الرجل تقريبا حاول أن يحيط بالتراث الثقافي الكوني في عصره. للأسف في أكثر إيه فعله لم يشر إلى ذلك. يعني ابن عربي مثلا لا يقول لك هذه فكرة هندوسية، الفتوحات فيها جملة غير إيه يسيرة من إيه من الأفكار والعقائد الهندوسية، فيها جملة أيضا من أفكار البوذية، بوذية مهايانا. الآن بدأ المستشرقون يتنبهون لهذا الشيء، يقول لك إيه الأصول الهندوسية لفكر ابن عربي، الأصول، الرجل كان موسوعة، وكان مغرما يبدو إيه بتحصيل أفكار وسعة القراءة، ولكن لا يشير، لا يشير. طبعا لسنا ملزوزين ولسنا مضطرين أن نقبل كل ما قال ابن عربي، لأنه مثلا في نظرنا رجل صالح أو عارف كبير أو فيلسوف ضخم، لا، لابد أيضا إيه أن نقرأ هذا التراث من زاوية مقارنة، من زاوية إيه؟ مقارنة، ونفرز ونقول هذه يرتد الى اصول كذا كذا. لدينا موقف، نحن لدينا ايه موقف، مش شرط ان يكون موقف ابن تيميه، ابن تيميه موقفه من الصوفيه مثلا، يعني مش هنعلق عليه، واضح، واضح موقفه ايه من الصوفيه، ومش بذلك العمق على فكره، ومش بذلك الاستقصاء، لا لا لا، موقف انتخابي اختياري، ينتخب بعض الجمهور الاشياء وخلاص، يعني ونشرط طبعا الشخصيه وتراثه وانتهينا. يطلع محي الدين طبعا ايه باستشهادين بثلاثه وحدوي، محي الدين العربي وحدوي بانثيست، معناه خلاص عليك أن تحرق تراثه كله وننتهي منه، مش بالبساطة هذه، بالعكس، في لمحات كثيرة جدا جدا في مئات المواضع. محي الدين بن عربي ليس وحدويا بل موحدا، موحد واضح الرجل. في آخر فتوحات، في آخر فتوحات الوصايا تبعته، وقد طبعت مجردة، جردت منه فتوحات وطبعت بحيالها، الرجل يشهد الله على نفسه، يقول أشهد الله وملائكته وملأه ورسوله أو رسوله وعباده الصالحين أنني أعتقد تا 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 تا، ويقول وأن الله بائن من خلقه. تفضل كيف هذا؟ هذا اللي يقوله إيه؟ وحدوي مطلقا ونص. إذا أردنا أن نعمل حتى قواعد الأصول ونحكم إيه يعني النص في الإيه في المتشابه، يعني المحكم في المتشابه، الرجل لا، نصه يقول أنه ليس وحدويا. بعدين في مسألة الدس على هؤلاء، هذه مسألة تحقيق على التاريخ وكذا، الدس على هؤلاء في كتاباتهم، الشيخ علي الطنطاوي اللي مات في جدة رحمة الله تعالى عليه، العالم والأديب الكبير، ادعى رحمة الله عليه أو زعم، طبعا كلمة زعم مش معناها أنه كذب، حاشا لله، النبي قال زعم جبريل في صحيح مسلم، ثعلب أو غلام ثعلب، يقول لك زعم ثعلب، عادي عادي، زعم الخليل، زعم يعني قال،
النبي قال زعم جبريل ما منشأ. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله عليه زعم أن جده الطنطاوي الكبير الذي من طنطا بمصر قد اطلع على النسخة المخطوطة من الفتوحات المكية بخط القونوي اللي هو يعني ربيب محي الدين، لأن محي الدين تزوج أم إيه القونوي هذا، مكتوبة بخط القونوي ووجدها مطابقة لما بين أيدينا من النسخ المطبوعة، بمعنى أن محي الدين لم ينسب إليه شيء على جهة إيش عفوا المنسوخة بين الناس بأيدي الناس. عجيب. لذلك الشيخ شعرنا قال انتبهوا في كفريات الفتوحات، في كفريات واضحة تضاد عقيدة الإسلام، لكن الشيخ بريء منها مدسوسة عليه. موضوع الدستة خلوا أخواتي في العصور السابقة كان كثيرا على فكرة، مش قليل، كثيرا جدا. يعني محي شو اسمه هذا أبو الفتح القشيري الإمام ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه شيخ المالكية وشيخ الشافعية بديار مصر 702، إمام كبير لا يشق، هذا دس عليه غير شيء لكي يزندق، لكن بفضل الله نجاه الله من ذلك. تاج الدين السبكي دس عليه واتهم بالنصرانية وأنه نصراني يلبس الزنار ويصلب في بيته، والرجل شيخ الإسلام رحمة الله عليه ومجتهد عصري كان عبد الوهاب السبكي، نفسه عليه اجتهاده لأنه كان في سن صغير كان 40 سنة، وقال أنا اليوم في 40 كان أنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق، لا يقدر أحد يرد علي هذه الدعوة، فنفسه عليه ذلك 40 سنة عامل نفسه ايه علامة كبير صاحب طبقات الشافعية، اقرأ الطبقات شوف اسلوبه شوف طريقته، الرجل عجيب عجيب موسوعة فادعوا عليه. احمد بن حنبل دس عليه اشياء، الامام الطبري دس عليه اشياء، الامام الحاكم يعني كان الدس كده، عبد الوهاب الشعراني دس عليه الكثير هو عنده فصل في كتبه بيتحدث عن الدس هذا دس عليه، وجاء علماء الملكية في عصره بالذات اللقاني وغيره وحكموا انه هذا كلام كفر صريح واستدعي الى مجلس التحقيق، قالوا هذا أنا لم أكتبه ولم أقوله وأنا سأتيكم بكتبي وأتاهم ببعض كتبه بخطه فبرؤوه وشهدوا أنه رجل بريء ومظلوم، كان موجودا كثيرا هذا. لذلك نجد بعض الصوفيين الأتقياء من أصحاب الوراء الذين يترضون على محي الدين العربي ويقدسون سره ينصحون لنا إذا لم نكن متمكنين جدا في هذه الأبواب أن نبتعد عن قراءة هذه الأشياء، إذا كنا متمكنين يمكن أن نقرأها لأنفسنا على محاذرة، لكن ممنوع أن نقرأها على الناس ونشرحها للناس كأنها تراث موثوق، لأننا نجعل الناس في بلبال، نجعل الناس في بلبال. كان من هؤلاء مثلا الشيخ محمد الحامد الحموي رحمة الله عليه، وكان صوفيا كبيرا تلميذ سيدي ابن نصر النقشبندي ابن الشيخ محمد سليم خلف النقشبندي قدس الله وسلم أجمعين، ناس صلحاء كبار وعلماء فضاحلة، كان يقول أنا أحرم على نفسي وعلى إخواني قراءة الفتوحات، معناه يترضى على محي الدين رحمة الله تعالى عليه. آخر شيء أختم عشان نقول لكم كيف الأمور صاير يعني كان في زمان شيخ اسمه محمود أبو الشامات رحمة الله عليه، كان أيضا شيخا صوفيا كبيرا، وكان هذا الرجل يعتبر يعتبر المرشد الأول والأكبر للسلطان عبد الحميد الثاني، طبعا آخر السلطان قبل الأخير في الدولة التركية العثمانية، وكان يقبل يده السلطان عبد الحميد يقبل يده ويكتب إليه إلى سيدي كذا كذا أقبل أيديكم أنا قرأت رسالة بخط السلطان عبد الحميد، واللي لفت نظري يكتب بخط نسخي جميل جدا أحسن من أكثر العرب السلطان عبد الحميد خط يده. المهم فالشيخ محمود أبو الشمات رحمة الله تعالى عليه عرض له في المنام أو سنح له في المنام محي الدين ابن عربي ذات مرة، وقال له يا شيخ محمود يعني ألا تسعى في تبرئتي لقد ظلمت كثيرا، قال له ممن وبخصوص ماذا، قال له من الناس من معظم الناس وقيل فيه إنني أقول بوحدة الوجود ولست هنالك لا أقول بهذا ولم أقل به وإنما كذب علي. قال له طب يا شيخ يعني هل من آية كيف نعرف، قال له سأنشدك الآن قصيدة فاحفظها وعلقها على قبري بقسيون بسفح قسيون. قال له هات يا مولانا، فتلى عليه قصيدة أكثر من 20 بيتا موزونة مقفاة من أروع ما يكون، فقام الشيخ محمود وهو يحفظه على ظهر قلبه، هنقول عن ظهر القلب غلط، على ظهر القلب يحفظه على ظهر قلبه. بعد السلطان عبد الحميد قال له أنا وأنا أطلب منك أن تكتبها كما أمر الشيخ ومكتوبة وعلقت على القبر ولله الحجة البالغة. فنسأل الله عز وجل دائما أن يهدينا طريق الصواب. على كل حال من يبتغي الحق ومن يريد الحق بالنية الخالصة دائما يهده الله بإذن الله تبارك وتعالى، إذا هو باحث عن الحق